فتحي كان من المفترض سفره، لكن يعني احمد فتحي عودته الام الاصابه، كان عنده مشكله في العضله الضمه، لم يتدرب يعني منذ اكثر من 3 ايام مع النادي الاهلي، ففي اللحظات الاخيره تغيب عن السفر. واوضح الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره ان يعني احمد فتحي هيخوض يعني تدريبات بدنيه وتاهيليه من اجل سرعه لحاقه بمباراه الاسماعيلي ان شاء الله يوم 2 الشهر القادم مع بدايه الدوري العام. طب خلينا بس نقف هنا لو سمحت، خلينا نقف هنا، كان عندنا خبر حصري في تعثر في مفاوضات احمد فتحي مع النادي الاهلي. الاسباب مش عارف لو في معلومات عند الاستاذ شادي عيسى او الاستاذ احمد جلال، ان النادي الاهلي عايز يعتبر المكافاه اللي حصل عليها احمد فتحي من الموسيقار تركي آل الشيخ جزءا من العقد، واحمد زعلان جدا ورفض. باكد لكم ان في توتر جامد في العلاقه حاليا ما بين احمد فتحي والنادي الاهلي لهذا السبب. هل لديك معلومات؟ طبعا الكلام ده بقاله حوالي 6 شهور في بين مداولات من ايام عبد الله السعيد والاجتماع والكلام ده، هو بالتحديد باعتبار اتقال من حوالي ضمن اتقال من حوالي 2 3 اسبوع الكلام ده، واتقال اثناء كاس العالم لو تفتكروا انه عنده عرض من نادي الشباب السعودي، ومع ذلك مفيش عروض جت ولا اي حاجه، كان كلها بالونات اختبار. لكن احمد فتحي لازم يكون عارف ان هو دلوقتي على مشارف الاعتزال. فكره ان هو يخش في صدام مع النادي الاهلي بسبب امور ماديه وهو يعني اخذ حقه وزياده، والكلام ده على فكره زي ما انتم عارفين